دكتور. صورة واضحة واضحة. نعم دكتور، الصورة واضحة الصوت واضح. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم محاضرتنا إن شاء الله على الـ pre-operative and post-operative complication. الـ pre-operative هنا يقصد بها intra-operative، يعني اللي الشغلات المضاعفات اللي ممكن تصير أثناء ما أنا إذا أشتغل، لأن أعرف أن هذا سيرجري، كل سيرجيكال بروسيجر بيها كومبليكيشن، بيها مضاعفات، بس هاي قد تكون المضاعفات هي يعني طبيعية، وقد تكون مستيك من الأوبريتر، المهم هي مجمل مضاعفات. فباليقصد من يقصد بري أوبراتيف كومبليكيشن يعني قصد انترا أوبراتيف، يعني هاي الكومبليكيشن that occur during surgical procedure while post operative complication occur during and post operative period. طبعا هنا هو سنة خلال، لكن post operative هي دائما ممكن انه نشوفها ما بعد ما يطلع المريض من عندنا. بس pre operative complication include the following. أول واحدة fracture of the crown of the adjacent tooth or laxation of the adjacent tooth، يعني ممكن السن المجاور غلق العمالتي، أما يصير بيه كسر أو يتحرك بسبب الضغط اللي يستخدمه بالإليفيتر أو بالفورسبس. بعد soft tissue injury، جرح للأنسجة الرخوة المحيطة بالمكان، cheek، mucosa، palate، floor of the mouth، tongue. بعد fracture of the alveolar process، جزء العظم المحيط بالتوث اللي سميناه بالالفيولر بون ممكن يصير بيه كسر. fracture of maxillary tuberosity، واردة جدا بال extraction of upper third molar خصوصا. fracture of the mandible، خاصة بال impaction of lower third molar. broken instrument، كسر بعض الأدوات داخل المكان مالت الشغل مالتي، قد تكون elevator أو قد تكون بير او غيره، ممكن انه يصير بها فراكتشر من يكون استعمالها يعني فترات طويله او استخدامها بصوره غير صحيحه او اعاده تعقيمها او المتر المصنوع من عده ما يكون بصوره صحيحه. بعد ديسلوكيشن اوف تمبرو ماندبلر جوينت، خلع المفصل الصدغي. بعد سبكوتينيوس او سب ميكوزال انفيزيما، هذا مثل ما قلنا الانتري اوف ذا اير، يعني الهواء، بقاعات الهواء بالبلد فيزلز، ولهذا قلنا في محاضره الادوات دائما نفضل المايكرو موتور على الاير موتور حتى لا يدخل الهواء بالبلاد فيزلز. بعد شنو ادي الهيموريج اللي هو النزف اللي يصير. بعد ديسبليسمنت اوف روت تيب ان ذا سوفت تيشو، هذا دائما من نقلع الابر بوستيرير او لور بوست لور بوستيرير بنشوف توث ابيكس، ممكن انه يصير ديسلوكيشن او يخترق البون ويروح باتجاه السوفت تيشو. وايضا عندي displacement of the impacted tooth or root tip in the maxillary sinus، دخول السن كامل خاصه بالimpaction او root tip بالposterior teeth داخل السينس، وصير لحاله يسموها oral enteral fistula. بعد oral enteral communication، الفتحه اللي تكون ما بين الاورال كافيتي والماكسيلاري sinus، وعندي ايضا النير injury. هذني كلهن ضمن البري اوبراتيف كومبليكيشن. post اوبراتيف كومبليكيشن تتضمن تريزمس، هذا الشد اللي يصير عندي منه المريض ما يقدر يفتح حلقه لاسباب متعدده، من يجيك ورا الشغل مالتنا يوم ويومين الدكتور يقول ما اقدر احس فتحه حلقي تحددت، هيماتوما اللي هو كولكشن مالت البلاد، الكيموسيس هذا الازرقاق اللي يصير، او احنا مثلا واحد منهم ضرب على ايده يشوف اول مره يصير لونها احمر، بعدين تبدي يتغير لونها الى اللون على زرق بنفسجي وعلى زرق، وبعدين يتحول الى اصفر. طبعا هذا هو كله بسبب الهيموسيدرين الموجود بالهيموجلوبين. الأديمة هي الورم اللي يصير بعد السيرجري مالتنا، أشوف مثلا يجيك المريض ثاني يوم وثالث يوم بعد العملية وبعد الشغل مالتنا نحس فد وروم وبوجهة، ودائما المريض الأديمة تعتبر فد فوبيا إلى حقيقة، لكن هي تعتبر ضمن النورمال ديفنس ميكانيزم أو انفلاماتوري بروسيس. بعد شنو عندي؟ بوست اكستراكشن جرانيلوما، جرانيلوما نلقاها بالسوكيت، بيرفول بوست اكستراكشن سوكيت، يجينا السوكيت يعني يقول لك المريض أنا يعني كلش مؤلم مكان القلع، وبالعكس الألم ازداد عندي أكثر مما أنه أقلع. وطبعا راح نجي عليه إن شاء الله وحدة وحدة هذني، بس بدنا ناخذ هنفت فكرة ببساطة بداية. فايبينولاتيك البيولاتيس اللي هو دراي سوكيت الجاف، نشوفه شنو أعراضه شنو علاجه. infection wound and disturbances in post operative wound healing، الاختلالات اللي يصير بالتئام الجروح ما بعد الشغل مالتنا. بس راح نبدي fracture of the crown or laxation of adjacent tooth. The fracture of an adjacent tooth that precedes extensive caries or large restoration are common complications during extraction procedure.
يقول التوت المجاور لمكان القلع اريد ان اقلعه، اذا كان بادلي كيريوس او بي فيلنج كلش كبيره، هذا معرض جدا للكسر وانه تصير بحركة. احنا شنو دورنا؟ نرجع ونقول دونت يوز ذا ادجيسنت توث از ا فالكرم ديورينج دنتال اكستراكشن. لا تخلي السن المجاور مرتكز عتله خاصه باستخدام الاليفيتر اثناء القلع، لانها يمكن يا اما يسوي لك لاكزيشن ويا اما يسوي لك فراكشر. واضح يعني؟ لاكزيشن اور ديسلوكيشن اوف ادجيسنت توث اكر وين ذا جريت اماونت، شوف جريت اماونت فورس از اكسيرتد ديورينج ذا لاكزيشن اتيمبت، بارتيكولاري وين ادجيسنت توث يوز از ا فالكرم. The same complication may arise if care not taking during extraction of the seed was smaller. احنا كنا من البداية القلع صح يحتاج قوة، لكنها ليست قوة مفرطة، قوة ضمن تكنيك، قوة مسيطر عليها، قوة ضمن حركات محسوبة حتى تنجز عملية القلع. استخدام القوة المفرطة ممكن كسر للتوث اللي تريده، ممكن كسر للتوث اللي مجاور، وهاي ممكن حتى تحصل في بعض الاحيان من اقلع ديسيدوس تيث، لان هذا راح يحرك البيرمننت توث اللي جوا. ان ذيس كيس من صارت عندي هذه الحاله ذا فورس سيبس مي بي اغراس ذا كراون اوف ذا سكسيدينس بيرمننت بريمولار توجذر وذ ديسيدوس تيث اند لاكزيت اتس ويل. هاي اذا يحكي على ديسيدوس تيث يقول هاي اثناء من استخدم فورس قويه ممكن انه اسوي جراسب على كراون مالت الديسيدوس واكو جوا كراون مالت البيرمننت توث، هاي بالنورمال اربشن، فممكن انه اسوي له حركه المن للبيرمننت توث اللي هو اندر لاي ذا ديسيدوس تيث. When adjacent tooth invertly laxated or partially evolves. Evolved يعني شو معناته؟ يعني انخلع طلع من مكانه، هاي يسموه افولشن. هذا اما يكون بارشلي يعني كله يطلع التوث خارج السوكيت، او يصعد فد مسافه يسميه بارشلي. The tooth stabilized، ايش راح نسوي؟ راح نثبته عن طريق واير او ارش بار ويا الادجيسنت تيث لفتره تقريبا من 40 الى 60 يوم، 40 الى يعني تقريبا حدود الست اسابيع الى شهرين. If there is still pain during percussion even after the period, the tooth must be endodontically treated. يقول هذا بعد ما خلصت الفترة مات الفيكسيشن وشلت الفيكسيشن الواير أو الارش بار اللي خلينا حتى ثبتنا ويا الأجناد المجاورة وظل التوث تندر تو بيركشن، يعني بس مجرد أطخ بالمرر أو البروب سيفير بين، هذا أصبح نون فايتال، إذا التوث لازم نسوي له endodontic treatment يعني حشوة جذر. If the tooth is dislocated it must be positioned and stabilized for 3 to 4. dislocated يعني مجرد انه صارت بحركة من مكانه او انخلع خلع بسيط من مكانه، يعني من تفحص بعد ما تكمل القلع تحس نفسك انه اكو حركة بالadjacent tooth، يقول هذا لازم يثبت لفترة من 3 الى 4 اسابيع الى ان تروح هاي الموفمنت ويرجع للتاتشمنت مالت من مال periodontal ligament. بعد شنو عندي الكومبليكيشن الثاني اللي هو soft tissue injury. Soft tissue injuries are common complication and most time are due to the inadvertent manipulation of an instrument. Example slippage of elevator. ولهذا واحدة من أهم soft tissue يعني تروما soft tissue injury هو slippage of elevator. Elevator من تخليه بابا عليك إنه تخليه بمكان بقوة محسوبة، مسوي support على البون، مسوي support بإيدك بالnon dominant hand، قلنا لف إصبعنا الثرد جوزة حتى من ينصدم بيها ما يأثر الإصبع مالتي بالnon dominant hand، وبنفس الوقت أسوي protection من other soft tissue. فهذا slippage يعني هذا شو slippage شنو معناته؟ يعني يفلت من مكانه، ضغط الضغط قوي صار بيسليبج فلت بالمكان، الشيء اكيد راح يروح باتجاه سوفت تشو يا اما الفلت يا اما التانج يا اما تشيك. سليبج اوف ذا اليفيتر ديورينج ريموفال اوف ذا تي ذا اريا موست اوفن انجري ار تشيكس من اكثر مكانات فلور اوف ذا ماوث. انجري باي اليفيتر may also occur during the corner of the mouth of the lips because prolonged excessive extraction retraction of the force pressure during extraction of posterior and mandibular teeth especially when the patient have reduced aperture. بعض الاحيان يصير عنده شنو تروما عندي بالانجل مالت الماوث يعني في زاويه فتحه الفم، هذه خاصه من اقلع الاسنان الخلفيه خاصه الابر ثيرد مولر واللور ثيرد مولر، لان مرات انسى روحي هذا المريض عنده فتحه متحدده خاصه بالنسبه للفيميل تكون فتحه المرات يعني هي طبيعتها النورمال رينج مالت الاوبننج مالت الماوث قليل، فاحتاج اوصل وبالذلك من استخدم الاليفيتر راح يصير عندي منطقه مالت الرجل على الكورنر مالت الماوث
ممكن هم ايضا يسوي لي تروما بهذا المكان. شوفوا طلاب، هاي الصوره سليبج مال الاليفيتر، وين رايح؟ رايح باتجاه البلت، مسوي لي تروما. طبعا هاي التروما على حافه السوفت بلت، فمضطر نسوي لها سوتشرنج حتى نسد المكان. هنا ايضا تروما طلاب، شوفوها عيني، هاي فلور اوف ذا ماوث، شوف شلون صار سليبج مال الاليفيتر مسوي تروما للفلور مال الماوث. حقيقه هاي كومبلين كومبليكيشن في غنى عنها، المريض ما راح يقتنع بها ايضا ويحمل المسؤوليه دائما. هاي هنا مثلا نقلع اللور ثيرد مولر، تشوفون هنا شو صار بالانجل مالت الماوث، نقلع الثيرد مولر لور، نسوي سبورت دائما ليميتيشن ماوث اوبننج، ضغط على هاي المنطقه مو بصوره صحيحه، ممكن اسوي تروما بهذا المكان ايضا. الصوره اللي بعدها اللي هي شرح السلايد هذا، هذه شوفوها صاير ابريجن، يعني loss of epithelium من الـ inner side مال تلب. هاي دائما تصير شو وقت الطلاب؟ هاي تصير من دا استخدم الروتري هاند بيس، يعني هاي السيرجيكال هاند بيس مالتي، هذا الشانت مالتها مرات من يفتر او البير جزء من عنده يطخ، وين احنا من مشغولين نريد نقص بالتوت بالبوم بس ما منتبهين على السوفت تشيو زين، فممكن يصير تروما للميوكوز، او في بعض الاحيان بير يعني من الادوات الحاره اللي مثلا من تحمل هاند بيس او غيره ممكن انه تسوي لي لاسريشن بهذا الشكل. حقيقه طبعا هي ماكو فد سبيسيفيك تريتمنت لهذا المكان، جاست انه في بعض الاحيان نخلي فد اويتمنت او فازلين فوق المكان مالته حتى يرطبه، او مثلا عندنا فد جل اسمه انجينوفا، او حتى لو زيلوكاين اويتمنت، يعني هذا الزيلوكاين المخدر على هذا المكان بروتكشن، ونستخدم يعني قدر الامكان ماوث ووش على المنطقه حتى يصير بها انتسبتيك، يعني غسول مال الفم. وفي بعض الاحيان اذا شفنا صار بديس انفكشن ممكن نستعين بال يعني بالانتيبايوتيك والانتي انفلامتوري نعطيها المريض، وهي تاخذ وقتها الى ان يصير هيلينج. بس هي ممكن هاي مستيك مالت اوبريتر، يعني مستيك مال دينتست عليه انه ينتبه ما تصير هاي الكومبليكيشن. طبعا هذا تريتمنت مالتها، يعني يقول when the injury are small and localized to the region of the cheek and the rib then the particular treatments cause the necessary in certain cases healing facilitated by lesion by cover of petrolatium vaseline or lip injury خاصة باللب injury within the other appropriate ointment this may be lessening the patient discomfort يقلل شوية لأنه تحصل حقيقة burning sensation painful بالنسبة للمريض when the injury extensive through there is hemorrhaging إذا كانت في بعض الأحيان injury ما تسوالي hemorrhage surgical procedure must be postponed وقف العملية الجراحية ونأجلها and the dentist must control the bleeding and proceed the suturing of the wound. إذا صار عندنا تروما وصار عندنا بليدنج علينا أنه أول شيء نوقف البليدنج، نأجل الشغل مالتنا، نوقف البليدنج ونسوي سوتشنج للمكان حتى نساعد على أنه يصير هيلنج بصورة صحيحة. الكومبليكيشن اللي بعده هي فراكتشر اوف ذا الفيولر بروسس، طبعا هذا جزء العظم من الماندو او الماكزيلا المخيط بالتوث نسميه بالالفيولر بون، او في بعض الاحيان البكال بليت او اللينجوال بليت نسميه بالالفيولر بروسس. This complication may occur if extraction movement are abrupt and awkward. حقيقة هاي احنا دائما قلنا احنا ليش علمناكم الحركات وسلولي وستيدي والقوة شلون حركة والاتجاه بكر لانجو والاتجاه لهذا روتيشن روتيشن فيجر 8، هاي كلها حتى عملية توسيع السكت لإخراج التوث من البون بصورة صحيحة، لكن استخدام القوة المفرطة والمفاجئة هذا شيء أكيد معرض لشيئين، يا أما فراكتر توث ويا أما التوث لا يطلع كامل لكن يسوي الفراكشر بيمن بالالفيولار بروسس. فعلينا انه ننتبه للحركه مالتنا ما تكون مفاجئه وقويه ممكن تعرض للتوث الفراكشر ويزود الكومبليكيشن او يصير الالفيولار بروسس فراكشر في بعض الاحيان، او في بعض الاحيان لا التوث ايش بي انكلوز توث ملتحم ويا من ويا الالفيولار بروسس وين ابون ا بارت اوف ليجل بطل بليتال لانجول كورتيكال بليت مي بي ريموف تجاه البكل وهي تعتبر ثن، نشوف دائما اكثر عرضه البكل او ليجل بليت الفراكشر ليتر، لان هذيك تكون ثيك وتكون لينجوال، بس مو معناته بيولر بروسس تكون معرضه للكسر اكثر. فراكشر اوف ذا بيولر بروسس
occurs most often during extraction of canine. هذه حكيناها ليش؟ لان عندنا قلنا الكينين روت مالته كبير كروس اكشن مالته وايد والبون والكينين عند الكينين امينس يعني يقول الثيكس مالت البون كلش قليله وهاي المنطقه منطقه الكينين خصوصا بالابر كينين especially of the bone or the region has become a weak due to the injury or because of previous extraction of the lateral incisor or first premolar. خصوصا من يكون العظم ويك بهذه المنطقه بسبب الامينس او اكو قلع سابق للاترال او السنتر تعرفون بعد القلع راح يصير ريزوشن بالبون فشي اكيد هذه المنطقه راح تضعف المحيطه بالكينين اذا كان قلع سابق للاترال او الفيرست بريمور Fracture of the lingual cortical plate especially significant because the lingual nerve may also be traumatized. هذا هنا يقول خاصة باللنجوال نيرف بالماندبل تكون كلش يعني مهمة ليش؟ لأنه ممكن يسوي لي تروما إما لللنجوال نيرف. هسه حقيقة هذا شكل الصورة شوفوا هنا طلاب هاي شكلها هاي للفيولا بروسيس نعم تسوون اكستراكشن حقيقة صاير فراكشر الفيولا بروسيس هسه عندي حالات شلون أتعامل وياها إذا صار فراكشر الفيولا بروسيس إذا انكسرت التاتش ويا التوث وانفصلت انفصال تام عن الميوكوزا ما بيها اي اتاتشمنت ويا البيروستيوم خو كان بيها خلاص بعد صار بيها فراكشر بعد ما ترجع لمكانها تحولت الى دويل بون انفصلت عن البلاد سبلاي ارجع لمكانها اسوي سموذنينج اسوي الريجيشن بالنورمال سلاين واسوي سوتشر اذا طلعت ويا التوث ومتصله بالتوث بس بعدها متصله بيمن بالسوفت تشو ما انفصلت انفصال تام فاحاول قدر الامكان احررها من التوث يعني التوث دايم اجى بدايه افصلها عن التوث وتبقى اتاتشمنت ويا الكروستيوم ارجعها بمكانها واسوي سوتشرنج للمكان هاي الحاله الثانيه الحاله الثالثه اذا قلعت التوث كامل لكن صار فراكشر بالالفيولر بروسيس بقت اتاتشمنت ارجعها واسوي لها سوتشرنج انفصلت انفصال تام شود بي ريموفد القصة انه اذا انفصلت عن السوفت تيشو عن البيروستيوم اللي موجود بالميوكوزا بدي يعني صارت استرام انه هذا اصبح جزء من البون ما عنده اي بلس سبلاي فما راح يصير به هيلينج فهاي الطرق تعاملنا ويا من ويا الالفيولر بروسيس الحاله اللي بعدها واللي هي هاي شوي ايضا الامور المهمه اللي تحدث بالاكستراكشن اوف ابر ثيرد مولر اللي هي فراكتشر ماكسيلاري تيبروسيتي فراكتشر اوف ذا ماكسيلاري تيبروسيتي از ا جيفن كومبليكيشن ويتش از ديبيندينج اون اتس اكستنت ماي كرييت The tension of the ligature in the future. This complication may occur during extraction of the posterior maxillary tooth and usually due to the following reason. شوفوا طلاب إذا كانت كسرة بس الماكسيلاري تروسيتي فما لها تأثير إلا على قدر التنشن بنسوي complete denture بالمستقبل. لكن إذا كانت لا الاكستنسيف فراكشر في بعض الأحيان مثلا إذا تقلع لور أبر ثيرد مولر ينقلع السفن يعني يصير فراكشر أيضا بالسفن هنا أصبحت سيجمنت كاملة من البون راحت وسويت دمج للأدجيسنت تيث أو في بعض الأحيان تنفتح الماكسيلاري ساينس هنا لا أصبحت مو فقط تأثير على الريتنشن صار عندي كومبليكيشن زين شنو أسباب باب الفراكشر مع الماكسيلاري تبروسيتي راح نجي نشوفها ليش يصير عندي فراكتشر بيها شنو السبب اول شيء weakening of the bone of the maxillary tuberosity due to the maxillary site pneumatizing into the referral process in this case risk of fracture is extraction of the خصوصا مثلا من اني مثل مقلوع السفن او مقلوع ال 6 او مقلوع ال 5 في اكيد راح يصير زوجن بالالفيولر مالت البون وهذا راح يكبر حجم الماكسيلاري ساينس مقارنه يعني موجوده التوث حافر على الفيولر بون لكن من صار بها اكستراكشن راح تكون الفيولر بون يعني عفوا الماكسيلاري ساينس راح
تكبر بالحجم مالتها، راح تكون منطق الماجنتيك فيلوسيتي ضعيفه، فهذه باستخدام القوة المفرطه والقوة المتهوره والمغير مسيطر عليها تكون معرضه للكسر اكثر. هذا السبب الاول. السبب الثاني كيلوسيس اللي هو ماجنتيك مولر that present great resistance to the movement during extraction attempt and extensive fracture of the buccal bone or distal bone surrounding the ankylosed tooth may be occur. الانكيلوسيس بيصير بالماكسيلاري تيث خاصة بال7 وال8 ويا البون ما بين التوث والبون، يكون الماكسيلاري تيبروسيتي في هذه الحالة عرضة لأكثر الفتشر لأن التوث دائما يكون ريزيستنس المن للموفمنت مالتي. النقطة الثالثة decrease resistance of the bone of the region due to the semi-impacted or impacted third molar. هاي أيضا كلش مهمة. يقول ما طولكم impaction إذا البون راح يكون كلش ضعيف بهذه المنطقة. التوث impaction شاغل لك التبروسيتي كلها، ما صار بي eruption وسامح للبون يتكون بصورة صحيحة لأن هذا tooth impacted، وأيضا داير مدار الساك ما تربشن هاي كل soft tissue سوالك weakening بالمجلدة تبروسيتي راح تكون عرضة أكثر للفراكتشر. هذه هي الثلاث أسباب الرئيسية المن للفراكتشر of maxillary tuberosity. هاي صورة طلاب بيشوف لك posterior teeth، هذا أعتقد قد يكون 7 أو 3 molar. شوف هذه الجزء، هذا الروتات مات، هذا واحد، هذا اثنين، هذا ثلاثة، هذا الجزء اللون أبيض واللي يبي اللون ريت طبعاً صار بيفراكتر بالماكسيلاري تبروسيتي. إذا شلون أتعامل ويا الماكسيلاري تبروسيتي فراكتر؟ شلون أسويه تريتمنت؟ When the fracture occurred and the fracture season has not been reflected from the periosteum, it is repositioning and myocoproosteum suture. يقول ده صار كسر بيها بس ما انفصلت، نفس فكرة الالفيولار بروسيس، ما انفصلت من البيروستيوم، راح نرجعها بمكانها ونسوي لها سيرجري، يعني نسوي لها سوتشرينج. In this case, the surgical extraction of the tooth is postponed, if possible, for approximately 1.5 and 1.5 to 2 months. هذا اللي قلت لكم عليه، في بعض الأحيان أثناء القلع يجي حتى 7%، يعني 7 يصير بفراكتشر ويا تبروسيتي. فأحاول مو فقط سوتشرينج أسوي، حتى أسوي فيكسيشن وأجل القلع لفترة مع يعني من 1.5 إلى شهرين حتى أضمن إنه الماكسيلاري تبروسيتي صار بيها ستيبلايزيشن بالمكان وهيلينج. When the fracture has healed, the extraction may be performed in the surgical technique. ولاحظ بعد حول القلع اللي أجلناه سواء الفراكشر من قلع طبيعي إلى قلع جراحي حتى أسوي سكشنينج وأطلع كل جزء وحدة وحافظ على الماكسيلاري تبروسيتي. If however the bone segment has been completely reflected from the tissue and oral anterior communication occurs, the tooth first removed and the bone is then smoothing and the wound tightly sutured. Now, إذا فصلت من كلها من البروستيوم وصارت عندي فتحة بالoral anterior fistula communication between maxillary sinus and oral cavity، لازم كلها تنشال، لازم البون يعني أنعمه ولازم أخيطه بسوتشرينج. في بعض الأحيان قد أحتاج إلى الفلاب، قد يكون 3 سايد فلاب أو بريتال ترانسبوزيشن فلاب ويصير سوتشرينج. وطبعا لازم اعطي برود سبكترم انتيبايوتيك، لازم انطي انتيبايوتيك في بعض الاحيان قسم العظم يروحون باتجاه اسبوع الى 10 ايام انتيبايوتيك حتى يصير انفكشن عندي ماكسيلاري ساينس. يجب ان انطي موانع احتقان الانف يسموها نيزل ديكونجستنت حتى لا يصير من يحتقن الانف الالتهاب يصير برجر على المكان مات الساينس ويفتح للسوتشرينج وترجع تصير فيستشولا ما بين الاورال كافيتي والنيزل كافيتي. الخيط مالتي يبقى فتره من 10 ايام الى 14 يوم حتى اضمن الهيلينج، او اخيط بابزوربل سوتشر حتى ما اضطر اشيله بعدين. شيء اكيد ويا ماوث ووش وكير على كير على المكان. في بعض الاحيان يسوون سبلنت مات اكريليك بروتكشن للمكان. فهذه كلها طرق علاج انه اذا صارت عندي اورو انتل كوميونيكيشن، يعني عباره عن فتحه ما بين الماكسيلاري ساينس والاورال كافيتي. هنا هذا المضاعفات اللي حقيقة بعض حقيقة أصعب من الماكسيلاري تبروسيتي فراكتشر اللي هي فراكتشر ماندبل. هاي دائما تصير بالإكستراكشن مالت من مالت اللور امباكتد ثيرد مولر. هذا من أقلع سن العقل المطمور، لأن هذا سن العقل المطمور بالفك الأسفل دائما يصير بالأنجل مالت الماندبل. والأنجل مالت الماندبل تعتبر المكانات الضعيفة بالماندبل ما بعد النيك مالت الكوندايل.
فأثناء قلع الأسنان العقل المخمورة باستخدام الجراحة وباستخدام القوة ممكن أنه يصير رغم أنه رير ممكن يصير عندي فراكتشر اوف ذا ماندبل يعني كسر في عظم الفك الأسفل في منطقة الأنجل. Fracture of the mandible is very unpleasant, but fortunately rare. فشي كلش هو حقيقة مزعج بالنسبة للمريض وفشي كلش يعني حقيقة أنه واحد راح يقلع سنه بالتالي انكسر فتشه. هذا المصطلح اللي دائما المرضى يقولوا بس لحسن الحظ هي يعني نادر. Complication that associated almost exclusively with the extraction of the impacted mandibular third molar. دائما تكون مع ال impacted third molar. This occurred during use of excessive force with the elevator. شوفوا استخدام القوة المفرطة بالإليفيتر. When a adequate pathway of removal of the impacted tooth has not been created. احنا دائما قلنا لازم عندنا كل tooth اللي نسوي الاكستراكشن عندنا pathway يعني عندي في طريقة إزالة مكان مال point مال application مال الأدوات ما أشتغل عمياوي. يجب علي أنه أفكر على هذا التوث مال شلون راح يكون عملية إزالته بأي اتجاه. هي مو قوة وضغط يعني هي مو معركة. عندك هذا تيشيو حتى لو كان بون وقوي عندك سوفت تيشيو عندك هارد تيشيو لازم تعرف شلون تتعامل وياه بالطريقة الصحيحة العلمية السليمة بالنسبة للمريض حتى لسه الفراكتشر مالت المعدن. شوفوا طلاب هاي الصورة هذه هي او بي جي هذا امباكت المولر شوفوا مطمور سن العقل هذا اللاين شوف يعني هذا اللاين خط من الفاط هذا المريض بحدود الاربع اسابيع الى ست اسابيع هو حلقه مسدود. تريتمنت شلون نتعامل ويا الفراكشر مالت الماندبل وين فراكشر اكرنج ديون اكستراكشن اوف ذا اكستراكشن ذا توث ماست بي موفد بيفور اذر بروسيجر از كاريد اوت. اذا ما لازم اشيله بعد هو صار كسر صار توث لازم ينشال ان اوردر شنو الغايه من ازاله توث بفراكشر لاين to avoid infection along the line of the fracture. Afterward, depending on the case, stabilization, occlusion, من فوق والجوة. By way of, شنو هذا السيستم stabilization, intermaxillary fixation, or rigid internal fixation, يعني mini plates, من التفاصيل تاخذون إن شاء الله بالخامس. Of the jaw segment is applied, جد الفترة 4 إلى 6 أسابيع, and both spectrum and biotic حتى نمنع الانفكشن. صعبه جدا على المريض انه ينغلق الفم مالته لفتره تتجاوز حدود الاربع اسابيع الى ست اسابيع وطول هاي في الحقيقه الوجبات الغذائيه اللي هي سواء أو broken pieces are removed surgically at the same time as extraction of tooth or roots. يقول انا صار عندي فراكتشر وبعد ما اشوفه دخلت بالسكي فايضا ايش راح اسوي حتى احدد مكانها بالضبط. اذا شفتها وقدرت اطلعها اخوة كان بها. صعبه وما اقدر اوصلها وراحت لها ديب راح ادزها اكس راي ادزها اشعه احدد مكانها بالضبط وين واشيلها بنفس اليوم حتى لو افتح فلاب واشيلها واخيط المكان لازم ان تنشال بنفس اليوم لان هاي راح تعتبر سورس مال انفكشن ما تنعاف بمكانها نهائيا. شوفوا هاي الصوره طلاب عيني هذا نهايه او بي جي هذا فراكشر هاي نهايه مال اليفيتر حقيقه هاي نهايه مال اليفيتر فحددوا مكانها بالضبط اذا قدر يشيلها من خلال دائره السوكت يشيلها ما قدر يفتح فلاب
ويشيل شويه من البون، يوصل لها ريموفر، وبعدين يسوي سموذنينج ويسوي سوتشرنج لالف لا. هاي فيما يخص الفراكشر مالت الانسترومنت او بروكن ذا انسترومنت انسايد ذا سيرجيكال فيلد. عندي هذا الكومبليكيشن اللي هو دائما يكون حقيقه مرعب للمريض نوعا ما، وحتى مرات الطبيب هم ايضا يخبص به، بس مو فقط الجراحه، مرات حتى في جلسات حشوات الجذور، مرات في اخذ الامبريشن بفتره الى في المفصل الصدري. نعرف المفصل الصدري من يتكون، يكون من الماندبلر فوسا موجوده بيمن، موجوده بالتمبورال بون، موجوده وايضا عندي متكونه من الهيد مالت الكوندايل اللي هو تابع للماندبل، وعندي ارتكلير امينس، وعندي ليجمنت، وعندي مصل اتاتشمنت، وعندي كبسول محيط بهذه التي ام جوينت كلها. فممكن اثناء الشغل مالتنا بالسيرجري او اثناء الشغل مالت الاوب، اي شغل بروسيجر في طب الاسنان ممكن يصير عندي خلع اثناء العمل، او ممكن المريض يجي من غير اي عمل بلا هذا عنده خلع بالمفصل الصدري. This complication may occur during a lengthy of lengthy مطولة on patient who present shallow. شوف واحدة من الأسباب عنده شلو بالماندبلر فوسا، لأن هيد مالت الكوندايل يقعد بالماندبلر فوسا اللي هي بالتمبورال بون اوف ذا تمبورال بون لو انتيريور. لا مو بس هاي، عند الارتكولار امينانس هذا الحاجز العظمي اللي يجي ما بعد الماندبلر فوسا هم يكون مستوى قليل، فهذا ممكن انه يطلع الهيد مالت الكوندايل بالماندبلر فوسا ويصير انتيريور الارتكولار امينانس، وهنا يحدث الديسلوكيشن. اند راوند هيد اوف كوندايل، احنا نعرف انه الهيد اوف ذا كوندايل يصير بي بشكل اوفال حقيقه وبي كونكيف من مكان، هذا النورمال حقيقه، نورمال شيب مالت الكوندايل. لكن من يكون عندي راوند، هذا الراوند راح يكون ايزي تو ديسلوكيشن اوف تمبرو ماندبلر جوينت. عند بالديسلوكيشن يونيلاترال ام بايلاترال، يعني يكون ممكن جهه واحده يصير بها ديسلوكيشن او تكون جهتين. بالجهه واحده ايش راح نشوف؟ اليونيلاترال ديسلوكيشن the mandible deviate toward the healthy side، يصير انحراف بالماندبل بالجهة اللي ما بيها dislocation، while in bilateral بجهتين the mandible slided forward in gabic prognathic position. إذا كده جهة واحدة، إذا مثلا صار عندي dislocation بال right side راح ينحرف الماندبل باتجاه الجهة اللي ما بيها dislocation، باتجاه left side. لكن إذا عندي bilateral راح يتقدم الماندبل كله للأمام وصير فتحة ماديا، هنسميها anterior open bite، anterior open bite ما بين الابر جو واللور جو، وما يقدر المريض بعد يفتح حلقه، ريستريكتد تصير الحركه ولا يقدر يرجعها، يجيك فاتح حلقه وكلش خايف، او تصير عندك مثلا انت من تشتغل تقول يلا ست حلقه الدكتور ما اقدر ست حلقه، وشوف انه تقدم الفتش مالته اللي قدام وصارت فتحه ما بين الابر واللور جو. شي يصير عندهم في هاي بايلاترال، the patients enable the close down here their mouth open bite، يسموها هاي شوفوا anterior open bite and movement restricted، والحركة بعد يعني يصير يعني صعبة كلش، أو يعني تكون متضيقة ما يقدر يحرك الماندبل بصورة صحيحة. In order to avoid such complication the mandible must be firmly، هذا اللي أكدنا عليه أنا حتى سألت بالامتحان الأورالي، لازم تستخدم إيدك بالماندبل كسبورت، نخلي الاندكس وين الميدل وين، ونخلي الثامب جوا الانفيريور بوردر مالت الماندبل حتى نسوي سبورت للماندبل، خطوه اساسيه في منع هذه الكومبليكيشن. During an extraction and the patient must avoid opening their mouth excessively، يعني لا تجبر انه يفتح حلقه فتحه كلش كبيره، ما طول انت تشتغل بمتوسط او بمعدل فتحه الفم تكون مريحه بالنسبه لك تقدر تشتغل بصوره صحيحه وتؤدي العمل مالتك. Especially those with history of habitual temporomandibular joint laxation، خصوصا بالمرضى اللي هم عندهم مشاكل بمن بالتمبرومانديبولار جوينت، يقول لك انا مثلا دكتور دائما فتشي يشكل، وما هي مصطلحاتهم، دائما دكتور اسمع طقطقه بال ال
يعني حقيقه مشاكل تعطيك في الانطباع انه المريض ادى اساس المشكله بالتي ام جوينت، فعلي انه اخلي بالي انه يعني اشتغل بحذر وياه حتى لا يصير ديسلوكيشن. شوفوا طلاب، هسه احنا بالنسبه للمريضه مالتنا هي عكسنا بالصوره، هذه الجهه هي الرايت وهذه هي الجهه الليفت. الديسلوكيشن طلاب شوفوا عيني، ديسلوكيشن صاير وين؟ صاير بالليفت، صاير بالليفت سايد. شوف الديفيجن وين صاير بالنسبه لها؟ الديفيجن صاير باتجاه الرايت سايد، هذا يونيلاترال ديسلوكيشن. هسه انا صارت عندي هاي الحاله، طلاب اللي فات ما يخلي يسد عيني. هسه صارت هاي الحاله، شلون اتعامل وياها؟ شلون اتعامل وياها؟ ومعه في المريض هيك، سواء انا احتاج تغله او سواء هو جاني بسبب عنده مشاكل بالتي ام جوينت. Immediately after dislocation, the thumb is placed in the occlusal surface of the teeth while the rest and the finger surround the body of the mandible, right and left. Pressure is then exerted downward with the thumbs, simultaneously upward and posteriorly with the rest of the finger until the condyle is replaced in original position. طلاب اراويكم بالصوره افضل حتى نفتهم الشرح شنو. شوف هذا المريض ارجع عندك ديسلوكيشن، شوف شوف افتح حلقه، قول له افتح حلقه. طبعا يفضل بالديسلوكيشن دائما يصير مصل سبازم، لان هاي تحرك الماندبل باتجاه مو طبيعي، فصار شد على العضله، صار وضع جديد للعضله، صار سبازم عندك كلش قوي، ما يقدر المريض يحركه بسهوله، بس مجرد انه يفتح حلقه فيفضل انه نعطي فاليوم دايزيبام. دايزيبام هنا يستخدم كمصل ريلاكسنت، مرخي للعضلات، خاصه بالسيفير ديسلوكيشن. يعطوه اي في وبعدين ولا نص ساعه نقدر نشتغل للمريض، لان صار عندي مصل ريلاكسيشن، صار استرخاء بالعضلات. القسم يعطون انالجيسيا حقيقه، يعطون باراسيتول او غيرها ايضا انجكشن، حتى شنو؟ حتى نقلل البين اثناء الريدكشن مالته. شوف هسه بعد ما سويت هاي الامور قول للمريض افتح حلق، تدخل الثام مالتك باي لاترالي. وين يصير؟ على البوستيريور تيث، على السكند 7 يعني اللور سكند مولر والثيرد مولر والفيرست مولر. شوف ايده وين مخليها؟ هذا الثام. بقيه اصابعك وين تكون؟ تكون سبورت الماندبل. شوف ذني اربعه سبورت الماندبل، اتكرر استخدام ايدي باي لاترالي. ايش اسوي؟ هو صار خلع من مكانه، فاول عمليه اضغط داونورد، اضغط الماندبل باتجاه الاسفل وياي، لان هذا الظهر صار ارتكولر امينانس، اضغطه باتجاه الاسفل. بعدين من ضغطته باتجاه الاسفل ارجع يعني داونورد، بعدين ارجع للخلف باكورد، بعدين ابورد. واضح؟ اذا هذه الحركه، اخلي الثام مالتي على البوستيريور تيث، اخلي بقيه الاصابع سبورت الانفيريور مالت الماندبل، اضغط الماندبل للاسفل وارجعه بعدين باكورد بعدين ابورد. فاذا داونورد، انتبه للحركه، داونورد باكورد بوستيريورلي ابورد باتجاه الاعلى حتى يرجع الكوندايل في مكانه بصوره صحيحه. طبعا اقول للمريض عليك انه تسوي راحه لهذا المكان، ماكو ضغط، ماكو فتحه حلق كلش قويه، ماكو حكي كلش هواي، حتى ياخذ الهيد مالت الكوندايل مالته بوضعه بصوره طبيعيه. ويفضل انه نجيب كريب باندج، هذا الباندج اللي يستخدمه الرياضيين او الاصابات مالت الرجل او المفاصل، والف الماندبل وراس المريض، بس مو اشده شده قويه، لا يعني شده تقريبا نصف راخيه او نصف قويه، حتى شنو؟ حتى احاول انه ما يفتح المريض حلقه فتحه كلش قويه ويصير عندي انعاد الديسلوكيشن. طبعا شيء اكيد بعدها راح احط مصل ريلاكسنت، ممكن تحوله على دايزيبام تاب واعطي انالجيسيا، ويكون الاكل مالته سوف دايت قدر الامكان، كل ما كان الاكل هش او لين او سوائل حتى ما يتحرك الماندبل او اثناء الماستيكيشن، اريح الحركه على الماندبل على الكوندايل قدر الامكان حتى يرجع ويثبت المكان. هذه هي الكومبليكيشن مال تمبرو ماندبلر جوينت و الديسلوكيشن. الكومبليكيشن بعدها هذه اللي حكيناها في بدايه
المحاضرات باستخدام المايكرو موتور والاير موتور والسيرجيكال هاند بيس، وقلنا ما نستخدم الاير موتور حتى لا تصير عندي هاي الكومبليكيشن اللي اسمها سبكوتينيوس او سبميكوزال انفيزيما. سبكوتينيوس يعني معناته باتجاه السكين، سبميكوزال يعني باتجاه الميكوزا باتجاه الانر سايد مالت الاورال كافيتي. This complication may occur as a result of air, air entering loose connective tissue when air rotary is used in the surgical procedure for removal of the bone or for sectioning of the impacted tooth. إذن هي عبارة عن دخول الهواء للconnective tissue اللي بي blood supply أثناء إزالة العظم أو أثناء إزالة التوث خاصة بالأسنان المطمورة أو بالعمليات الجراحية. اذا دخول هواء للكونكتيف تيشو اللي يحتوي على بلس سبلاي يسمى بالسبكوتينيوس او سب ميكوزال انفيزيما. كلينيكالي سريريا ايش راح يصير عندي؟ ذا ريجن سويلز، المنطقه راح شنو تنفخ لان هذا هواء دخل. سم تايم اكستند تو ذا نيك اند ذا فيشل اريا، حقيقه مرات تصير مرعبه لان تورم المنطقه الوجهي او الرقبه يورم تورم، فتكون مخيفة بالنسبة للمريض، بس هي حقيقة سبسايدد يعني مو فد مشكلة، يعني بس مجرد انه تأخذ لها فترة وتروح. طبعا الصوت اللي نسمعه يعني صوت وكأنما عندك فد شيء داخله اكو فراغ، يعني فد شيء انه يعني شلون مثلا في شيء مجوف يملي بلا، هذا شيء نسميه كريبيتاس. There is no specific treatment، ماكو فد علاج مخصص لهذه الحاله. It usually عاده subsided subcutaneously after 2 الى 4 days، ولو بعض الاحيان قسم من الجراحين يقول نسوي مثل evacuation لها عن طريق انسجن حتى يقل التنشن على التيشو، بس اغلبيتهم بالسمول سايز هي تروح subcutaneously without any intervention. هسه الكومبليكيشن اللي وارده ايضا للجراحه دائما تصير اللي هو الهيموريج، الهيموريج واضح اللي هو النزف اللي يحدث اثناء السيرجيكال بروسيجر. راح نجي ونشوف شلون نتعامل ويا هذا النزف. هيموريج از ا كومن كومبليكيشن اور سيرجري اند ماي اكر ديورينج ذا سمبل توث اكستراكشن اور ديورينج افتر سيرجيكال بروسيجر. يقول النزف مضاعفه شائعه ممكن تحدث في قلع السن الطبيعي او بالعمليات الجراحيه. In all cases، في كل الحالات، hemorrhage may be due to a trauma of the vessels in the region as well as the problem related to the blood coagulation. يقول hemorrhage يحدث لسببين رئيسيين، يا اما انا سويت تروما للسيرجيكال فيلد، ويا اما المريض عنده coagulation يعني abnormality، عنده مشاكل بالتخثر مالت الدم، هسه سواء كان هيموفيليا، سواء كان فونوليبران ديزيز، سواء كان ثرومبوسايتوبينيا، اي مشكله بالتخثر مالته. يعني اما تكون اذا هي اما تكون لها علاقه بالمريض او لها علاقه، لا انا سويت تروما او سويت او السيرجري مالتي كان ضمن بلس منطقه بيها بلس سبلاي. Profuse hemorrhage may occur during result of injury of severance of inferior gular vessels or palatal artery. يقول فد نزف واسع يكون ممكن ان يحدث اثناء التروما اللي نسويها للانفيريال جولار ارتري بالماندبل والماكسيلري ارتري بالعفو اللاتين ارتري بالماكسيلا. Severe hemorrhagic disease في بعض الأحيان، هذه حكينا عليها، hemophilia, thrombocytopenia, vomeronasal disease should be ascertained, screened by taking through medical history and management must be planned before surgical procedure. يقول هذني المرضى الأمراض يجب أن نأخذ medical history كامل من المريض ونسوي consultation ويا الفيزيشن، استشارة ويا أبو الهيماتولوجي أو طبيب الباطنية، يا أبا ترى هذا عنده هيج وهيج وعنده نزف وانا اقلع عليه، يجب ان يحضر المريض بصوره كامله، هذا يجب ان يجرى العمليه كلها قبل، مو تتورط وياه. يعني ما تجي انه تقول يلا ما راح يصير عنده فرشي، لا، استعدادات كامله، تحضيرات كامله، استشاره طبيب الباطنيه، تهيئه المريض بصوره صحيحه حتى لو كان فيري فيري سمبل توث اكستراكشن، ناهيك عن السيرجيكال بروسيجر. Post operative bleeding in healthy patients may be a result of poor hemostasis of wound due to insufficient compression or to the indiquant removal of inflammatory and hyperplastic tissue from the surgical field. احنا قلنا بعض التعليمات انه مريض من نقلع ليش راح نقول له عض على القطنه مثلا ساعه ونص ساعه وثلاث ارباع الساعه، لان هي اول عمليه بايقاف البليدنج هي الكومبرشن الضغط. فاذا هالمريض مجرد انه طلع من الباب من يمك ورا دقيقتين ثلاثه ذب القطنه، معناته ما صار بريشر على المنطقه، ما توقف البليدنج، راح يظل ينزف من مكان القلع. او لا، اكو انفلاماتوري
هايبر بلاستيك تيشيو. اكو مثلا يعني انه نقلع توث القام داير مدار انفليمد او السوكت بي انفليمد تيشيو يعني انسجه رخوه ملتهبه، هذه ممكن اذا ما زلناها اثناء القلع ممكن نسوي للمريض بعد ما يطلع من يمي نسوي له نزف او ربيدي. التريتمنت بس شلون تعالج ويا الهيموريج؟ يقول ذا مين مينز اوف اريستنج بليدنج وين يعني الطرق الرئيسيه في عمليات ايقاف البليدنج او الهيموريج هي كالاتي، يا اما كومبريشن الضغط ويا اما لايجيشن يعني نعقد البلاد فيزلز لاجي او سوتشرينج او الكترو كوغوليشن اند يوز اوف فاريوس هيموستاتيك ايجنت. هذني الخط الاساسيه الامور الاساسيه اللي استخدمها في عمليات ايقاف البليدنج او الهيموريج. نيجي على اول وحده اللي هي الكومبريشن. احنا قلنا تفيدنا الكومبريشن انه نحط له قطنه ونحط له جوزه على السوكت مالت القلع ونقول له عضنا مده نص ساعه وثلاث اربع. طبعا مناسبه هو البليدنج تايم يعني ما يطول بس 6 الى 7 دقائق يتوقف المفروض ذا المريض هو هيلثي واني متاكد ان القلع مالتي مضبوط ما مسوي تروما شال الجراليشن تيشو نظفت المكان بصوره صحيحه. بس احنا دائما نطيهم نقول له عض عليها ساعه حتى المريض لا يتهاون بالوقت. هو حقيقه احنا ما نحتاج ساعه، ساعة كلش هواي، هو لو التزم بالتعليمات ربع ساعة عضة قوية على القطنة بصورة صحيحة كلش كافية، أو روح خليها ثلث ساعة ونص ساعة، بس نزود لهم الوقت حتى لا يتهاون، لأن إذا قلت له ربع ساعة يمكن بعد أربع دقائق دقيقتين يذبها، واضح عيني؟ فإحنا نزود الوقت للاطمئنان أكثر أنه المريض عض على المكان بصورة صحيحة، طبعا نادرا ما بيهم أنه يستمر لمدة ساعة. Compression ends at the causing vasoconstriction، الضغط يسوي لي تقلص بالأوعية الدموية. And decreasing the permeability of the capillaries and is achieved by placing gauze over the bleeding with side of the pressure. يقول نزل الضغط يسوي لي vasoconstriction تقلص بالأوعية الدموية وبالإضافة يقلل لي نفاذية الشعيرات الدموية وأنه يساعد لي على أنه يوقف البليدينج. هذا شلون نسويه؟ نسويه من خلال وضع جوزة أو قطنة على مكان السكت برجر بعض ما يبي باتين جوز فور 10 إلى 30 دقيقة يعني ربع ساعة كلش كافي، بس كل المريض أورجنايز مرتب يتبع التعليمات مالتك من 10 إلى 30 دقيقة over post extraction wound or other superficial bleeding area is usually sufficient. بس احنا دائما نقول له ساعه حتى نزود الوقت ولا يتهاون بي وممكن يسوي لي بليدنج بالمكان. هسه بعد ننتقل للحاله الثانيه يقول if the bleeding does not stop after applying pressure for aforementioned time. راح المريض ساعه زمان قاعد على الموقع او نص ساعه ظل قاعد يمي مثلا قعدته بالعياده بس يشوف الدم مدى يوقف رغم انه قدام هو قاعد مريض وعاف قوي على الجوزه او القطنه اللي خليت اللي هي then there is a hemorrhagic problem. لا هنا اصبحت اكو مشكله to certain degree and the blood flow may be arrest must be arrested depending on the case. لا هنا اصبح ما دا يكفي الضغط واحده ما دا يكفي. bone hemorrhage is adequately treated by means of the compression of the bone surrounding the vessel in order to obstruct blood flow. احنا من ضغطنا على المكان ضغطنا على السوفت تيشو اللي صار بيه قلع وصل له الضغط قليل على البون لان يعني السوكت من تصير القطنه والجوزه فوق ما راح تدخل بداخل السوكت. فاذا عندي كان الهيموريج بيجي من البون لازم اسوي كومبرشن على البون. شنو الطرق اللي اسوي بها كومبرشن على البون يعني التوث البون المحيط كان بالروتات. This may be achieved by using mallet and small blunt instrument. اضغط بايدي عن طريق المالت هاي اللي هي ناويناكم اياها من الادوات او استخدم استرايل بون واكس هاي وحده من الماتيريال اللي شفناكم اياها بالمحاضره الاولى اللي تعتبر من الهيموستاتيك ماتيريال also be used to arrest blood arrest bone bleeding which is placed with the pressure inside the bleeding bone cavity واخليها بضغط داخل البون كافيتي. بعد ممكن اسوي باكينج هاي الادوفوم جوز اللي موجوده هي عباره عن فتيله من الجوز تتخلى وين؟ تتخلى داخل السكت حتى تصير برجر على البون يتوقف البليدنج. which also اللي بيها خاصية الانتسبتيك مادة معقمة properties inside the alveolus must be arrest bone bleeding as well. that this goes هاي الجوز remain تبقى inside the cavity depending on the case اعتمادا على الحالة for between 10 minutes الى 3 الى 4 ايام after which is removed. فحسب الحاله ممكن انه يتوقف لفتره قليله لان قلت لكم الجوزه اللي نخليها احنا ما تدخل بالسكت لكن اذا شفنا البليدنج ده يجي
من البون، فاذا لازم اسوي هاي يا اما استخدم برشر بميتال انسترومنت او استخدم بون واكس او استخدم الاياغافوم جوز، وهاي تبقى مكانها من 10 دقائق الى في بعض الاحيان في سبير بليدنج توصل 3 الى 4 ايام. الحاله اللي بعدها بالايقاف مالت البليدنج هو السوتشرنج. السوتر خلينا نشوف شلون يوقف البليدنج بالسوتشرنج. The wound mechanically obstructs the severed end of bleeding vessels. هي عملية غلق ميكانيكية للوعاء الدموي اللي صار بجرح أثناء القلع. This technique is used. هاي N زايدة. ما أفهم. Is used for arresting soft tissue hemorrhage. Soft tissue hemorrhage. As well as in post-extraction bleeding that is treated with tightly suturing of the wound margin. So ضغط tight عن طريق السوتشرنج على المكان مات المارجن مات السوفت تيشو. If it is impossible to cope the wound margin, the gauze pack is placed over the wound to stabilize with the suture of the post-extraction circuit for 2 to 3 days. خلينا نشوف هاي الصورة طلاب. هادي هنا عندي شغل اشتغلت مثلا ده قالع هو انا حاليا الكيناين او اللاترال اعتقد اللاترال والكيناين هذا البريمولر تو تيث قالعهن صاير لوس بالسوفت تيشو عدد اوكي من يجي يسوي سوتشرنج يجيب هاي الحافه على هاي الحافه شاف مسافه كلش بعيده ايش سوى طلاب جاب جوزه هاي جوز قد تكون ايدوفوم جوز خلاها بالسوكت وخلاها بالضغط على السوفت تيشو وخيط فوقها ناشوف شلون نسوي مثل الاكس مثل الاكس ثبتها الجوزه فوق السوفت تيشو هاي سلطت برجر قوي كلش على المكان اوكي عيني وهاي ممكن ان تبقى الجوزه من يومين الى ثلاث ايام بعدين يشيلها ويتوقف البليدنج بصوره طبيعيه. يا اما اسوي دايركت سوتشرنج ويا اما استخدم الباكه اللي هي عباره عن جوزه اخليها واخيط فوقها حتى تسوي لي برجر على المكان. ننتقل للطريقه اللي بعدها اللي هي اللايجيشن. اللايجيشن is the most successful way to control the soft tissue hemorrhage that involves large vessels. والاكثر طريقه ناجحه وناجحه في عمليه السيطره بالبلد بالسوفت تيشو بليدنج اللي عنده بلد فيزل صار بي تروما هي اللاجيشن. If for example large vessel is severed during surgical procedure the hemostat used to clamp and ligate the vessel. احنا قلنا عندنا الهيموستات انواع ستريت ومعقوف الموسكيتو هذا اللي نستخدمهن راح نروح نقرص البلاد فيزل سواء كان الفين او الارتري وبعدين نجيب الخيط ونلفه داير مدايره ونسوي له عقده هاي العمليه تسمى باللايجيشن. If a small size vessel is bleeding then a narrow hemostat is used. شوف هنا ان كان عندنا small blood vessel استخدم النارو شفناها نحن احجام مختلفه من الهيموستات كوبين رفيعه وناعمه وستريت وكيف هذا يعني حسب الحاله وحسب البلد فيزلز اللي انا استخدمه حتى اسوي له لايجيشن. Another hemostat is used to clamp the bleeding area of the soft tissue, arresting hemorrhage within a few minutes without ligation. في بعض الاحيان يقول اذا كان small vessels مجرد انه اقرصه بالموسكيتو اللي هو نارو ينغلق ينسد يصير الهيجين بالوال مالته وحتى في بعض الاحيان ما احتاج ligation. واضح يعني لكن الاطمئنان اكثر ممكن اسوي اللايجيشن. هذا طلاب هاي صوره مثلا عندنا هنا الانسيزف حقيقه باندل موجوده عندي هنا هو هذا الانسيزف نيرف وارتري وفين اللي هو لونج نهايه اللونج سفينو بالاتاين ارتري ممكن هنا يسوي لي بليدنج فمجرد انه اذا صار عندي بليدنج هذا بالبريتال فلاب مجرد اسوي له الموسكيتو هاي المعقوفه ادخله بهذه واسوي قرص على البلد فيزلز اذا قدرت اطلع واسوي لاجيشن قدرت ما قدرت مجرد انه اقرص قرصه قويه حتى يصير ادهيجن بالوال والته ويكون عندي اللاجيشن. هاي الصوره دي اوضح لك هذا هنا الجريتر بلاتان جريتر بلاتان ارتري كلش كبير حقيقه لكن هم ايضا شويه صعوبه انه خصوصا يصير دراما بي بالانترافورامين يكون صعوبه الوصول اليه. هنا دا يوضح لك انه بالسوفت تيشو هذه جريتر بلاتاين شلون قرصه بالموسكيتو هنا شوف بليدنج هنا قرصه بالموسكيتو وهنا جاب الخيط اللي هو وعقده للمكان حتى يصير كلوجر بيمن بالارتري ونسد. فهذه هي ايضا يسمى طريقه اللايجيشن. الطريقه اللي بعدها اللي هي الكترو كوغوليشن از بيست ان كوغوليشن of blood through application of heat. هذه الكوتري ان شاء الله اللي يدخل صاله عمليات راح يشوف الكوتري
هي عملية إحداث تخثر بالبلاد فيزلز عن طريق استخدام حرارة resulting in a retraction of tissue in the necrotic mass. هاي التشو الموجودة تحول necrotic mass وتساعد لي على أنه إيقاف النزيف عن طريق استخدام الكوتري. وقلت لكم إن شاء الله اللي يدخل عمليات راح يشوف الكوتري اللي احنا نسميه الكترو كوغوليشن، عملية التخثر اللي تحصل عن طريق استخدام الهيت. بعد في عمليات ايقاف البليدين استخدام المواد الموقفة للنزف يسموها هيموستاتيك ماتيريالز such as vasoconstrictors. ممكن استخدم الادرينالين لمادة الادرينالين بس مو كميات عالية، واحذر باستخدام عندهم امراض مزمنة. الجينيك اسيد واتسترا تطرقنا اليهم بالمحاضرة الاولى. Have proven to be very effective in control of bleeding. These materials are used to arrest capillary hemorrhage. هذه المواد تستخدم للسيطرة على capillary hemorrhage and are used topically over the bleeding area. وتستخدم موضعي على المنطقة اللي يصير بها نزف. واضح؟ Other materials are also used such as fibrin sponge, gelatin sponge, oxidized cellulose, etc. whose hemostatic properties cause blood coagulation by creating normal blood clot and at the severed end of fill bleeding vessels. واضح هذا النيتشه يستخدمه في مكانات على السوفت تيشو موضعي، وهذه ممكن انه يساعد لي على تكوين خثره ويتوقف الدم عندي. The material are suitable or only for local application and used to arrest generalized capillary bleeding, especially to control bleeding of post-extraction alveolus. يقول هذه تستخدم موضعي تحاول تسوي لها arrest بالبلد بالبليدنج اللي يصير عندي بالمكان. The procedure for use hemostating agent is usually as follow. شلون نستخدمها هاي المواد؟ In case of a relatively small hemorrhage, نزف بسيط أو صغير, which is persist despite biting on gauze or pack over the post extraction wound, واللي هو يقول يستمر رغم ما انه المريض استخدم الضغط على الوند. Unabsorbable. شوف لازم انتبه لهذا الموضوع. Unabsorbable hemostatic sponge is placed inside the alveolus and the pressure applies over the gauze. شو اسوي؟ اجيب هاي الماتيريال اللي هي سبونج اللي انا لازم اخلي ببالي لازم ان تكون absorbable لانها راح تدخل بالسكت بالداخل، فيجب ان تكون قابله للذوبان حتى لا تصير بها interfering ويا الهيلينج. وبعدين اجيب الجوز ويضغط فوقها او اسوي الوود مارلن اسوي له سوشرنج وذ فيجر 8 سوشر. راح اجيبها بالصوره طلاب هذه. هاي عيني بس انا عندي مثلا هو قالع لور 6 صار عندي بليدنج هنا بالكابيلاري هيموريج موجود عندي بالبون. جبت هاي السبونج اللي هي absorbable دخلتها بداخل السوكت، شوف هاي لونها ابيض هذا داخل السوكت مال توث اكستراكشن، ويا اما اجيب جوز اخليها فوقها او اخيط فوقها حتى اثبتها بمكانها عن طريق فيجر 8، هذا يسموه فيجر 8 او كروس سوتشرنج هاي حتى لا تطلع هاي من مكانها، لكن يجب ان تكون هذه الماتيريال هي ابزوربابل حتى لا تاثر على الهيلينج بوست اوبرتيف. بعد كومبليكيشن اللي هي ديسبليسمنت of root tip into the soft tissue. هذه شويه بيها شرح لان راح ندخل في الاورا انترال فيستشولا والماكسيلري ساينس، فراح نخليها على المحاضره الاخيره اللي هي راح تكون ان شاء الله يوم الاربعاء القادم. هاي نهايه محاضرتنا اليوم طلاب. اللي عنده سؤال طلاب يتفضل يفتح المايك ويسأل بخصوص المحاضرة أو بخصوص أمور ثانية. العفو دكتور. نعم عيني. دكتور بس تأجيل باللاجيشن احنا بنسوي شو اسمه الهيموستاس نسوي يعني نلزم الارتري والدور نسوي له سوتشرنج زين. نعم. إذا ما قدرنا نوصل له قلنا بس بالهيموستاس اللزمة يعني شكد مدة على مود دور يلا نقدر نعيفه؟ هو انت لازم بيدك تقرص عليه في دقيقتين ثلاثه، او في بعض الاحيان عندك اكثر من موسكيتو واي بسيت مال العمليات وين موسكيتو يجيك، فقرصه وعوف على صفحه هو خليه ياخذ وقته لان يصير بيدهيجن يعني اقرصه وعوفه
خلي النيدل هولد، العفو، الموسكيتو كامشته وانت كمل شغلك. خاصه هذه تزداد الوقت كل ما ازداد يعني السايز مال البلاد فيزلز. اما اذا هو كبير وما دا يفيد يعني اخوانا، مو هذا طول يعني بعد العمليه شلون بس اشيل الموسكيتو يرجع البليدنج. اذا السايز مالته كان كلش كبير، لا انا من البدايه اقرصه واسوي الاليجيشن بالسوشر. اما ذيك الحاله يا اما هو بيدك مجرد دقيقتين ثلاثه تقرص عليه يتوقف اذا كان سمول، او شويه اكبر لا اقرصه وعوفه خلي الارتري عليه واكمل شغلي ورا شويه ارجع له اشيل هذا شوف توقف البليدنج. اهم شيء انه من تشيل الموسكيتو تشوف انه ما يصير بليدنج. واضح ولا؟ تمام شكرا دكتور. اكو سؤال ثاني بابا؟ دكتور دكتور نعم منو زهراء؟ نعم دكتور. دكتور بس بخصوص امتحان الجراحة النظري لهذا الأحد، وياهم خلين امتحانين فاينل عملي اللي هي صناعة وأوبراتيف. دكتور يعني الصناعة مثلا يراد نقرأ بالعشر محاضرات. بابا ماكو مشكلة عيني، هو ممثلكم هو اللي قال خلوه يوم، خلوه الجمعة الجاي، ما عندي مشكلة. دكتور احنا مو مشكله، هو يعني الممثل خلاه لانه انحسرنا، يعني ليش حاصرينا بهاي المده القليله؟ والله العظيم ما هو ماكو مده قليله بابا، احنا عندنا امتحان جراحه قدامكم اليوم، احنا 2/7 منا العشرة سبعة شوفوا الفراغ، جمعة بالليل، خميس بالليل، السبت بالليل. انا مو انا اللي حددته، ممثلكم المرتبط هو الولد اعتقد امتحانات الفاينل العملي. انتو كانت اجاباتكم ما مضبوطه كلش بهذا الامتحان الاورالي، وهو امتحان راح يصير 20 الى 25 ام سي كيو بالماده اللي اخذتها، هاي الماده اليوم ما داخله بالامتحان. فشوفوا اي يوم، قولوا لي الثلاثاء بالليل، قولوا لي الاربعاء، قولوا لي الخميس، قولوا لي الجمعه، بس موعد نهائي ما يعبر يوم 10/7 لان ورانا درجات لازم نسلمها. واضح؟ يعني اليوم قدامكم هاي 9 ايام، اي يوم فراغ قولوا لي. الاحد خلاص الاحد، بس اريد جواب نهائي تعطوني اياه اليوم. زين؟ الثلاثاء ماكو مشكله، الخميس ماكو مشكله، الجمعه ماكو مشكله، الجمعه الصبح بالليل ماكو اي مشكله عندي. بس موعد نهائي وثابت تقدرون تقرون حتى تجاوبون بيه بصوره صحيحه. واضح؟ ان شاء الله دكتور، الله كريم. اكو سؤال بعد؟ دكتور؟ نعم. دكتور بالنسبة للأطفال يعني إذا كان عندهم الكراون وقعوا الروت باقي، بس باقي يعني امباكتد يعني ما يعني ما واضح، وهاي الحالة هم يفتحوا مطلب؟ لا بابا ما يبقى امباكتد، ديسيد وستوث ريتين روت مال ديسيد وستوث يطلع وين يروح؟ لأن جوا كراون مالت شنو؟ مالت بيرمننت توث، فيدفعها يصعد ليفوق. ايه زين، هذا ما حيأثر يعني على الاربشن مالت الداملت؟ لا 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 لا، الروت دائما يروح على صفحه، بس مرات اكو مشكله خاصه بالتروما بالانتيريور تيز علينا انه الراقبه، يعني اذا صار فراكشر ديسيدوس توث يعني بقى الروت مالته وتروما، لان تروما تسوي انفلاماتوري بروسس، والانفلاماتوري بروسس دائما تتثخن المنطقه مالت الميكوزا، فالاربشن ما يقدر يفتح المنطقه المتسخنه مقارنه بالنورمال جو، فهذا يحتاج لشنو؟ يحتاج لمتابعه، انه لازم اتابعه. اذا شفت التايم واكو تايم اعتقد اخذتوه بالدنتال اناتومي او بعدكم ما اعرف. اي نعم اي اخذناه. اي اكو تايم مال اربشن لكل توث، فانا مثلا من اجي على توث، من اجي على طفل عمره 7 او عبر 7.5 7 سنين، ودا اشوف اكو ديلي اربشن بالسنترالات، بحين هو الوضع الطبيعي 5.5 الى 6.5 المفروض يصير به اربشن، فاروح ابحث عن السبب. مثلا من اقدر تند روت موجود لازم اشيله، من القى مثلا في بعض الاحيان قد تكون سوبر نيومرالتيز اسنان زايده موجوده عندي، او شكل مو طبيعي الاسنان يسموها دنتوما، فابحث عن السبب مال ديلي اربشن. اما بالبوستيريور تيث ما ياثر، هو مجرد روت صغير راح تشوفيه اما جاي بكلي او رايح بليتلي، بس مجرد يعني انقلعه من مكانه ونشيله. لكن مكانات اللي يصير بيها ترون خصوصا بالانتيريور تيث، لان الطفل يوقع ينضرب غيره، فهذه تحتاج لها مراقبه حتى اضمن النورمال اربشن مالت البيرمننت تيث. تمام دكتور شكرا. واضح بابا؟ واضح دكتور. اكو سؤال بعد طلاب؟ دكتور بالنسبه للي ما امتحنا اورال، نعم امتحن يوم الاحد لانه الخميس كانت عطله. اي اي اي
اي نعم نعم احد انا موجود ان شاء الله تجوني، بس اريد عدل رسمي. انت مو انت بابا شنو دخلتي مستشفى مو؟ اي هو بعدك الطلاب وياكم اللي يريد يجي يمتحن اعتقد ثلاثه او اربعه لازم عدل رسمي، انا بلغتكم حتى نمتحنكم ويا المؤجلين. واريد اليوم مثل ما قلت لكم اليوم او يعني حددوا لي موعد الامتحان النظري حتى نفض هذا الموضوع وتنتهي الامتحانات ونكمل الدرجات مالتكم. ماكو سؤال بعد الطلاب؟ يلا ماكو موفقين ان شاء الله. موفقين ان شاء الله.